حياكم الله أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم من العاصمة الحبيبة بغداد وبين يدي صفاء. أقف هنا لنبدأ رحلة من الحديث عن معاناة دامت لسنوات طويلة، وقبل سنوات من 2019 إلى 2024. تاريخ كبير لن يمحى، ولن يستطيع أحد محي دماء قبل أرجل أو آثار الأرجل في ساحة التحرير وساحات العراق الأخرى. من بغداد مهرجان دم السماء، ليس بنسخته الأولى بل بنسخته الرابعة. هذا المهرجان يستذكر الشهداء، بل وتخرج على هذه المنصة من مسرح الرافدين تخرج هنالك أصوات مطالبة، هنالك أصوات فنية شعرية، وكرنفال يجمع ما بين هذه الطاقات الشبابية الكبيرة الموجودة في هذا التجمع وما بين صور الشهداء التي امتلأت في هذا الموقع. حياكم الله، نبدأ الرحلة، فأهلا بكم. السادة الثوار، السلام عليكم. باسم الحقيقة وباسم الثورة، وبئسا للشر وبئسا للقتلة، نجتمع اليوم معكم لإحياء ذكرى صفاء السراي في مهرجان دم السماء السنوي الرابع. فهنيئاً لمن أحيا هذه الذكرى. نجتمع اليوم لكي نحيي ذكرى من لم يكن ذكرى عابرة. نجتمع اليوم لنذكر من لم ينسى الوطن. يا صفاء السراي، تخيل حال ساحتنا اللي طبلها تقل الواد مش ودك القبل من كنا نتهدد نبات هناك. يا صفاء، بظهرك جيش مو واحد، يا صفين ترى مزول واللي بصفك اسم زايد، وحذرت الشخبط على الرسمة بالتحرير اللي يدخل قاع مو قاع اول ما يخرب صورة القائد. بئسا لمن استخدم اسمك ليصل إلى منافعه الشخصية. يا صفاء السراي، بئسا لمن كذب باسمك. يا صفاء، نحن كنا في ساحة التحرير، رأيت ما رأينا حينما تم سؤالك قبل موتك ماذا ترى في ساحة التحرير؟ أجبتهم قائلا شوارع خايفة والناس بردانة، اختاضينا وشمسنا اختاضت ويانا، توقف بأي مكان بساحة التحرير يقلونك مهيل طايح هنا، ربينا ويا الحزن ما عشنا دور الطيش وفتحنا عيوننا على عيون تعبانة، واحدنا شوكت ما يحسب الصحبان يلقى الله يرحمه بين صحبانا. رفعنا العلم عالي الحد والقناص بحيثي وخرب ايده ويقتل اخوانه، وطن حتى المهتلف صار حج فلان، وقضينا سنيننا بعرك شوارع خايفه والناس بردانه، اختاضينا وشمسنا اختاضت ويانا، توقف بأي مكان بساحة التحرير يقلولك مهيل طايح هنانة، رفعنا العلم عالي الحد بالقناص بحيث يخرب ايده ويقتل اخوانه، وطن حتى المهتلف صار حج فلان، بصوت وراي، وطن حتى المهتلف صار حج فلان، اعلى، وطن حتى المهتلف صار حج فلان، وقضينا سنيننا بعركه ومتوقعها منا يسقط الثوار، الشرف عنده رخيص بسعر تومانه، تسوى ايران وطن. وطن وطن حتى المهتلف صار حج فلان، وقضينا سنيننا بعركه ويغمانه، ومتوقعها منا يسقط الثوار، الشرف عنده رخيص بسعر تومانه، تسوى ايران الخير. يعني هو صعب واحد يبلش ورا شاعر، واني صار اليوم انا اقول له انت شاعر شعبوي جدا، فالموضوع صعب، عاشت ايدك. مساء الخير واهلا وسهلا بكم بالسنه الرابعه على التوالي لمهرجان دم السماء. هذا المهرجان اللي فرقه لصفاء السراي صار
قيمة مختلفة. أعتقد دائما إحنا نقول إنه إحنا ما عندنا رمزية، ولكن أعتقد فرق صفاء عن أي شهيد آخر إنه استطاع أن يكون رمز، رمز لحد اليوم نتظاهر لكي نحييه. وحتى تقدم شيء مرتبط بصفاء فالقضية صعبة، ولهذا أنا رحت فكرت أدور هو شلون ممكن واحد يقدم مهرجان بهالشكل. فلقيت الجواهري كتب لجعفر أخوه، جعفر اللي توفى بنفس الطريقة، جعفر توفى على الجسر برصاص باللحظة اللي قرر يكون متظاهر بنفس التوقيت اللي كان بالجواهري عضو مجلس نواب. تظاهروا من رحلة وتعرض للقنص، ومن رحلة الجواهري للمستشفى جعفر طلب منه طلب واحد، قال على الأقل ارثيني بأبيات، ومات جعفر. تخيلوا أن الجواهري قرر أن يرثي أخيه بقصيدة مطولة من 90 بيت، جزء منها: أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم، فم ليس كالمدعي قوله وليس كآخر يسترحم، يصيح على المدقعين الجياع أريق دماءكم تطعم، ويهتف بالنفر المهطعين أهين لئامكم تكرم، أتعلم أن جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم. يلا يلا يا أمجد، يا أمجد يا أطوار، الثاني للعراق، كرة تلعب عالية خطيرة، الرصاص الحي لتفريق المحتجين، والحصيلة سقوط شهداء وجرحى. Oh!
نطعم منا وما راح نتراحم. دفع جليل لفلاس في نفس الوقت من شرط الله وشنو بالعالم. احتقلت جماعتنا وانوب وطلب حي الرفوش. هتلية شفلة حتلة والشعب العراقي ما عندهم مكان بالعراق، يعني يطلبونا بالضابط. جاك مدني طلعونا من الاول، طلعونا ناس مدنيين سجاجين يبقوا ورا سجيته ومسدس، انت وكم لو كنت لن تقتلنا رأي تخاف ما تدري عدم طلقاتك اتلقاهن بصدري انا ملك ما احلام المبيوقات انا الكون كله يسولف بصبري انا اللي الشغل ما عنده كروي يروح انا القائدك سجينته بنحري هي حكايه وحده وما تصير اثنين واحسبها علي جوعان ويهذري انا وتاج راسك ما يصير نعيش لازم ينوخذ لو عمره لو عمره. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله مجددا بعد أن شاهدنا ما موجود على المنصة من شعر ومن مشاهد أوصلت معاناة أو أوصلت ما جرى في ساحة التحرير وما حدث مع السادة المحتجين أبطال ثورة تشرين. ففي هذا المكان ترجم الأعمال وترجم الشعر بصوره المختلفة وبوجود طاقة شبابية كبيرة جدا دائما ما تداعي بالحرية والعدالة. بعد أن شاهدنا ما موجود على منصة المسرح نبدأ الحوار مع السادة ضيوف البرنامج فحياهم الله جميعا. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله. يعزك الله. اليوم نتحدث عن مهرجان دم السماء والأيقونة الرئيسية والمهمة هو الشهيد صفاء السرّاي، أو كما يحب المقربين والمحبين الشهيد القائد صفاء السرّاي. اليوم بهذا الاستذكار السنوي لصفاء وللشهداء أجمعين، اليوم شو تشوفين؟ تشرين أين؟ بالحقيقة هذه مو السنة الأولى طبعاً، هي سنة على سنة يتوسع والضيوف يكون أكبر والمهرجان يكون بشكل أفضل. وش قد ما تمر سنوات لازلنا نستذكر تلك الأيام، يعني صورة صفاء السرّاي و
ثقافته كشاب بسيط، شاعر، موسيقي، فنان، رسام، هو يمثل هؤلاء الشباب الأحرار اللي خرجوا يطالبون بوطن حر. ما ممكن أن ننساها، يعني هي استذكار لثورة تشرين مهما دار عليه الزمن. القضية كانوا يتوقعون أن تنسى خلال سنة أو سنتين، لكن بالحقيقة أبدا. لازلنا نذرف الدموع ونستذكر في هذه اللحظة بعد مرور 4 سنوات دم الشهداء اللي سقط، ونستذكر صفاء وزملاء الشهداء، أصدقاء الشهداء اللي سقطوا من أجل استرجاع الوطن. فصفاء يمثل صورة للشاب اللي ممكن أن نفخر، الشاب العراقي اللي نفخر به، اللي مع الأسف لا يستحقون هؤلاء السياسيين مثل هؤلاء الشباب. والآن أنتم شاهدتم الفن والإبداع عند شبابنا، يعني حرامات هذه الطاقات. مع الأسف مع الأسف نمتلك هكذا شباب أحرار يعشقون بلدهم وعندهم استعداد كلهم يكونون شهداء. طيب اليوم كنت كامرأة، شنو حال أمهات الشهداء؟ أم الشهيد كيف حالها؟ حالة لا توصف، حالة يرثى لها لا توصف. يعني هي فقدت ابنها، نعم هي معتزة بابنها بطل، لكنه فقدان الابن مو شيء بالهين. صح. وإن كان شهيد وإن كان لشيء عظيم وإن كان عند الله كبيرا، لكن هو ليس بالأمر الهين. فهي المشكلة أنه مع هذه الرمزية والعظمة للشهيد، الآن تتلاحظ أنه هناك من يسعى لتسقيط حتى هذه الرمزية. يعني هناك من يريد الإساءة حتى للشهيد؟ حتى للشهداء، حتى إلى الشهداء. والدليل أنه ما يحدث الآن في ذقار، وحتى محاولات اعتقال أسماء شهداء، يعني إساءة كبيرة جداً لهذه الدماء الصافية النقية اللي سقطت لأجل العراق. يعني بعد شنو اللي يردوا أكثر؟ حتى للشهيد اللي هو لأجل الوطن. صفاء إيش عنده صفاء؟ صفاء منو داعم؟ شاب بسيط، فقير، فنان، راقي، يحمل فكر حر. كيف يتهم هؤلاء الشباب بأنهم مدعومين؟ كيف مدعومين وهم لا يمتلكون سوى كانت المبلغ البسيط اللي يوديهم ويجيهم إلى ساحة التحرير؟ حياك الله ست، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نورتينا، مية ثانية. حياك الله، أنا وسهلا. خلينا نشوف بقية. حياك الله ست، السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام. يا مرحبا. نتحدث اليوم، تفضل قربي لي. نتحدث اليوم عن هاي الشباب اللي موجودة، اللي دائما تحيي ذكرى تشرين. شنو الرسائل اللي تقدموها والغاية اللي انتجتوا هذا المهرجان من خلاله؟ هي الغاية ان ثورة عظيمة، هي ثورة تشرين طلعت بدون يعني على وطن، على خدمات. يعني شباب احرار ما عندهم اي شيء بهاي الطلعة، بس القمع هو الأذان. هسه حالياً ما أتحدث عن سابقاً. هسه شنو الرسالة اللي توصلوها من خلال المهرجان؟ الرسالة إحنا تشرين باقي ما تموت. تشرين فكر. البعض يقول إنه ما بقى شيء من تشرين. لا مستحيل. اللي يقول لك هيك غلطان، مو بس غلطان، يتوهم. شنو الباقي من تشرين؟ شنو الباقي من تشرين؟ كنا باقين. باقين؟ باقين كنا. تقدرون تواجهون ما موجود حالياً؟ كل شيء نواجه. إحنا نواجهنا الموت والطلاق والدخانيات والخطف والاعتقالات، كلها واجهناها ما نخاف. بعض منكم تسلق على دماء الشهداء؟ بالتأكيد، ومن عندنا وبينا ما نعرفهم أصلاً. إحنا جينا يعني على غير شفتوا وجوه صعدت المناصب وهو مواقف ساحة التحرير أو بساحات الاحتجاج الأخرى؟ ما نعرف إحنا. وي أكثر شيء الأحزاب والطمع، وي ضخوا فلوس بالساحة بدون علمنا، يعني إحنا ما ندري ما نعرف. لو كان القرار بيدك وأنت مسؤولة على قرار الدولة، شو تسوين أو شو تقدمين لشهداء تشرين أو لذوي شهداء تشرين؟ أطلع قتلتهم، قتلت المجرمين، من قتلهم؟ ما عندهم ذنب، ما عندهم يعني قمعوا علني أمام العالم كله. لحد الآن ما أكل قتلتهم أحرار. تمام، حياك الله، شكرا جزيلا. نورتني. حياك الله أستاذ، أهلا. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله، تفضل. من جاي اليوم شنو اللي توصلوا بهذا المهرجان؟ هذا المهرجان هو الذكرى الخامسة لرحيل الشهيد صفاء السراي. ما أريد نوصله أنه الشهيد صفاء السراي ما زال حي بين المتظاهرين وبين أحبائه وأصدقائه وبين أهله. لحد الآن ما عرفنا من الجاني، لحد الآن ما تقدم أي واحد للعدالة. راح يبقى صفاء السراي ودمه في عروقنا، وراح نبقى نستذكره إلى أن يأخذ الله أمانته، وبالتالي راح نبقى نطالب بدم صفاء السراي ودم أصدقائه. شنو كانت النقطة الفاصل اللي ما أنجحت تشرين إلى مبتغاها الواقعي الأرض
على أرض الواقع، تمام؟ لما وصلها إلى أن تكون نتاج لما قدمتها من دماغ؟ يعني بالتالي تشرين هي مظاهرات شعبية واحتجاجات شعبية، بالتالي الشباب هم شباب بسطاء، ليسوا شباب متمثلين بأحزاب سياسية تعرف اليوم يمثل السلطة هم الأحزاب السياسية. تشرين ليست حزب سياسي حتى تروح تأخذ السلطة وبالتالي تنفذ توجهاتها. تشرين خرجت بمطالب واضحة، أهم مطلب كان تشرين يريد وطن. أنتوا يا طبقة سياسية يريد وطن، يريد نحس بولائنا للعراق. لحظة تشرين هي لحظة حاسمة في تكوين الهوية العراقية اللي كنا مفتقدينها قبل تشرين. كان الشعب العراقي ما يهم هويته العراقية، بعد تشرين لا، اليوم نشوف اهتمامنا. اليوم لما نقرأ النشيد الوطني مالتنا تدمع عيوننا، اليوم أكو شعور وطني عند شباب العراق. أكيد هذا يعني تشرين حركت شيء كان ميت أو بالضبط في مرحلة الإنعاش بالضبط بعد الطائفية بعد الصراع الأحزاب السياسية. جت تشرين قاعد تذكر الطبقة السياسية بالأهمية الهوية الوطنية، جت تذكرهم جذورهم. تعرف أنت أقرب الطبقة السياسية هم أما توابع لجهات خارجية أو عملاء أو اتهاماتية سكان ما يكون، بس بالتالي إحنا نريد طبقة سياسية تمثل الوطن، بالتالي الطبقة السياسية هي تمثل الشعب العراقي. إذا تشرين في اللحظة الآنية ما قدرت تحصل على هذا الطموح، بالتالي هذا الحلم عند الشباب ما راح يموت، راح يبقى مستمر، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ. أهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. حوار مستمر أحبتي المشاهدين ومع السادة ضيوف البرنامج، والحديث يعني مهم عن قضية مهمة. واليوم عندما نتحدث عن الوطن نتحدث عن مساحة كان يعمل عليها الشباب بأشهر وقدموا أهم وأغلى ما لديهم وهي أرواحهم. بالتالي الناس تسأل أين قتلت شهداء تشرين؟ هذا السؤال الأبرز. ومن ذا الذي يستطيع يقدمهم للعدالة؟ وهل ستكون هنالك سيوف فتارة على رقاب القتلة؟ هذا السؤال المهم والأبرز. نكمل الحوار فحياكم الله. السلام عليكم. شلون حبيبي؟ شلون صحتك؟ مولي حبيبي. الله يحفظك. اليوم البداية أنا أريد أشكرك وأشكر قناة فلوجة على تواجدكم في مهرجان دم السماء. الله يحفظك. إحنا اليوم نتحدث عن يعني دم السماء، مو لنسخته الأولى بل لنسخته الرابعة صح؟ خلال هذه النسخ الأربعة وقبلها قبل كل هذا قبل الدماء وقبل الشهداء كانت تشرين كواقع موجود على الساحة في ساحة التحرير والساحات الأخرى كانت تشتغل. شنو اللي ما وصلكم إلى سدة الحكم؟ شنو اللي ما وصلكم إلى مصدر قرار؟ شنو اللي ما وصلكم أن تغيرون من واقع العراق؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اليوم ما راح أقول هذا مهرجان لصفاء العراق، راح أقول لتمديد تشرين. اليوم إحنا موجودين باستذكار الشهيد الراحل الحاضر صفاء السراي. صراحة إحنا كأبناء تشرين إحنا اللي دخلنا بثورة يعني ما موجودة على تاريخ العراق. تغييرات، لكن اكو تغييرات البنى التحتيه اليوم، اكو تغييرات. شوف الناصريه، شوف البصره، شوف بغداد. هذا اليوم اكو تغييرات. اليوم يعني افهم من كلامك انه هي نتاج تشرين، نتاج تشرين وضغط الجماهير في تشرين خلى الاحزاب والسلطه تتجه لتعمير البلد. بس اليوم اكو تغيير، نعم اكو تغيير بالشارع. شوف المحافظات الجنوبيه اليوم كثير بها تغييرات إلى الأفضل وليس إلى الأسوأ. بغداد اللي دي يصير بالعراق من تعمير هذا، يعني اليوم أبناء تشرين اليوم ما حابين الفوضى، حابين أنه يكون أكو تطوير عمران وما تعترضون إذا صار الإعمار. إحنا بالنسبة لنا كأبناء تشرين إحنا مو ضد البلد، بالعكس إحنا ما جايين مخربين. إحنا نريد البلد إلى الأفضل، ولكن شلون؟ إحنا نريد سيادة للبلد. إحنا نريد سيادة للبلد، هذا الشيء الأهم. معاك بقضية، لكن أريد أسألك عن قضية أخرى. أنتوا تسلقتوا على دماء الشهداء، هذا كلام يتداولوه الأحزاب حتى وأنا أعطيك ما نسمع. هذا الكلام يتداولوه الأحزاب وجمهور الأحزاب بأنهم هم ثيابهم وطنية وأبناء تشرين، لا هذا الشيء خطأ. احنا اللي بعدنا صامدين، اللي نحكي ضد السلطه، احنا مو متسلقين. اليوم احنا لو متسلقين كان ما جينا، ما سوينا مهرجان صفاء، ولا نزلنا بساحات الاحتجاج، ولا نشرنا بحساباتنا. واليوم احنا ابناء الناصريه ولا انا ولا اي واحد، اغلب الشباب عندنا مهجره خارج البلد، مهجره في اربيل، ما يقدر يطب المحافظته. فاحنا ما تسلقنا على دماء الشهداء، لا بالعكس احنا مكملين مسيرتهم. شنو اللي فرح ام الشهيد؟
يعني هو اللي فرح أم الشهيد وعائلة المغيبين وعائلة الجرحى المعاقين، حتى لا ننسى نبقى حق الآخرين، وإحنا اللي فرحنا اللي صار لنا 6 سنوات ثابتين وتعبانين، وهاي عمرنا اللي 6 سنوات من عمرنا راحت وإحنا مواليد 2000 في سبب حب الوطن، في سبب تغيير النظام اللي يريح الشارع العراقي وأم الشهيد وهذولي، هو التخلص من هاي العملية السياسية اللي موجودة. إحنا نقول بصورة عامة التخلص من هذا النظام، نجيب نظام عراقي عراق بحت ليس عميل، هذا هو مطلب تشرين الرئيس. شكرا جزيلا لك سادة. شكرا جزيلا. أي تفضلون الأخوان، نستمر بالحوار والآراء، وكل رأي ومحترم. والسلام عليكم أستاذ، كيف الحال؟ حياك الله. اليوم تشوف عدد المشاركين في كرنفالات أو مهرجانات تشرين عدد جيد، والمناصرين عدد جيد. اولا بدايه نظم هذا المهرجان وجاء استذكارا للتضحيات الجسام اللي قدمتها الشباب في انتفاضه تشرين، واخذ بعد الاخر انه هو اعاده تذكير السلطه بالمطالب اللي خرج بها انتفاضه تشرين، انه ما عادت هذه المنظومه منظومه المحاصصه والفساد اللي جاي يدير البلد انه قابله انه تستمر. اليوم طبعا يعني اجابه على سؤالك بما يخص مطالب الناس وتعبير عن مطالب الناس، قبل الجواب على المطالب، المناصرين لتشرين ما زالوا ام لا؟ جايك. بما اليوم احنا شفنا انه النظام السياسي يعيش مجموعه من الازمات، ازمات اقتصاديه وازمات اجتماعيه وازمات سياسيه، هاي الازمات الاقتصاديه هي تكون الدافع والمحرك انه تخلي الناس تطلع والطالب بحقوقها. اليوم احنا جايين نتحدث عن سنويه تخرج 250 الف طالب من الجامعات، يقول مجال في سوق العمل، عندك الطلبة خريجي كليات الطب، المجموعة الطبية الآن يعانون من قضية التعيينات وإلى آخره. طيب. قضية المحاضرين، قضية الإداريين، فإدارة النظام بهذه الشاكلة ما ممكن تدوم. اليوم اللي يدفع مطالب الناس ليس المهرجانات وليس الكرنفالات، أوكي هي باب إنه استذكاري، باب تأكيدي، لكن يدفع اليوم الناس للخروج هم مطالبهم، مصالح الناس، مصالح الناس هي تدفع الناس للخروج. وما أعتقد إنه النظام اليوم بمأمن على الوضع الآتي. اليوم انتفاضة تشرين ذات بعد تاريخي، وأوكي لها حضور بهذا، لكن بالأيام القادمة ممكن تظهر تشرين أخرى أقوى، مطالبها تجوز تبعد حتى عن مطالبها السلمية اللي نادت بها، ما دامت هذه القوة قوة المحاصصة والفساد متشبثة العفو بنفس النهج، فأنا يعني من التأكيد أنه سيكون دافع لخروج وانتفاضة أكبر. شكرا جزيلا لك أستاذ، حياك الله. حياك الله. هل يفضلون أستاذ؟ نكمل الحوار معاهم وحياهم الله. الآراء محترمة والمطالب وطنية و لا غبار على هذه المطالب. السلام عليكم، السلام، حياك الله. الله كيف الحال؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. اليوم شو نقول التشرين؟ هي هاي مناسبة اللي بيها استذكار لشهداء، يعني كان هدفهم الأساسي هو الوطن دون غيره، يعني الناس اللي ضحت بأحداث 19 كانت هي البذرة الأساسية لبناء وإعطاء وعي كامل لهذا الشعب. طيب. هاي البذرة نمت يوم عن يوم دا تكبر. خل بس أقاطعك بالخير. نعم. قبل 19، قبل 2019، قبل انطلاق ثورة تشرين. نعم. شنو كان الوعي عند الناس؟ شنو مستوى؟ يعني كان الوعي عند الناس متفاوت. ما تقدر تحصل بنسبة معينة، ولكن تشرين أجمعت هذا الوعي المتفاوت وجعلتها في خانة واحد. طيب. الأجيال اللي عاصرت فترة تشرين كذا ما أدري شنو لحد الآن ازداد وعيها يوم بعد يوم. كل ما هنالك هو اتجاه واحد، هو بناء وطن. استطعتم أن تبنون وطنا؟ بإذن الله إذا الوعي متوفر عند المواطن فراح ينبني الوطن مستقبل. هذا اللي هدفت إلى تشرين إن شاء الله، بشهدائها بجرحاها، الله يرحم الشهداء. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يسلمك. حياك الله. تفضل يا أستاذ هانس. اليوم تحدث عن دكتور، تحدث عن اليوم
الموقف المجتمع العراقي من تشرين بعد أن برد جمرها، خلينا نقول تمام إذا صح الوصف. شنو الرأي العام للمجتمع في بغداد وكافة المحافظات؟ مثل ما جنابك من إحدى المحافظات تحدث عن كل العراق. صلى على شبابنا الملكوت ورثاهم التيجان والياقوت، ما عاد في القلب الفجيع تحمل، وأرى الشباب يزفها التابوت. أيموت من قال الحياة لموطني وعليه أحباب الحياة تموت. أبارك للعراقيين سيما الأحرار الذكرى الخامسة لتشرين العظيمة، لتشرين السلمية، لتشرين الدستورية، وأبارك لهذا الجمع الوطني الذكرى الرابعة لانطلاقة مهرجان دم السماء. فيما يخص العراقيين بصورة عامة، الكل يرى وشهد أن الأحداث التي جرت من 2003 حتى 2019 هي أحداث حبلى بالمصائب، حبلى بالفساد، حبلى بالتقصير الإداري والوظيفي، كثير من الحقوق سلبت من العراقيين. فتشرين انطلقت لأنها صرخة الأحرار والمريدين لحياة العزة والكرامة التي ثبتت دستوريا. عليه الناس بأجمعها تعرف صوت تشرين سيبقى خالدا ما بقي الأحرار في العراق، والعراق هو موطن الأحرار. هذه السمة ورثناها أبا عن جد، فما خمد صوت الثورة وإن قلت الأصوات المنادية بذلك، لأن الطغاة دائما وأبدا يستخدمون هذه السياسة، السياسة التي فيها تسويف ومماطلة ودعاوي كيدية وإلى آخره. So as it is said, it is our huge revolution, October revolution that happened on the 1st of October 2019, and it is a signal of life of freedom. All of us admit that oppression and corrupted that widely spread from 2003 and till 2019. لو قيادات أو أبطال أو الشباب، بنات تشرين، شباب تشرين استلموا واستطاعوا أن يستلموا سردة الحكم واعتلاء المناصب العليا، هل ستستطيعون تنفيذ المطالب التي رفعتموها في الساحة؟ الدنيا واقع يعني واقعية بطبيعة الحال. كل ثورة في التاريخ، كل ثورة فيها بدائل سياسية. ثورة تشرين أعابوا عليها أنها خرجت ضد طغمة فاسدة، وبالنتيجة أعابوا عليها أن تأتي ببديل. نعم، المؤمنون من العراقيين مؤمنون بتحقيق مطالب للعراق، أهمها السيادة التي انتهكت، وعليه نحن في تشرين لدينا طاقات، لدينا أكفاء، لدينا ما لدينا من العراق. تشرين برؤاها الصحيحة قادر على تنفيذ المطالب. اليوم أم الشهيد عندما تشوف صور ابنها في الساحات وفي الكرنفالات، لكن في ذات الوقت تشوف اللي كانوا مع ابنها استلموا مناصب وتركوا تشرين. هذا ليس بعراقي أولا، هذا ليس بتشريني. من ينسى دماء الشهداء هذا خال من الضمير، خال من الكرامة، خال من الشرف. يتوجب علينا أن نشخص الأمور ونميز ما بين الصالح والطالح. الثورة إجمالا فيها نتاج ثورة، وفيها بديل، وفيها خيار ثورة. كل من تسنم وضيع العهد هذا يعتبر نتاج ثورة وليس خيار ثورة. سيد الكريم، شكرا لقناتكم الموقرة، القناة الفلوجة، لتسليط الضوء على هذه المحافل الهامة. مرحبا، حياك الله. استأذنك ثانية. السلام عليكم سيد، حياك إن شاء الله، كيف الحال؟ الله يعزكم. أبرز الرسائل والمطالب لأبناء تشرين في سنة 2024، بعدكم تطالبون لو ما بطلتوا المطالبات؟ أكيد، طالما أكو ظلم هناك مطالبة، فالحقوق تؤخذ ولا تمنع. فطالما هناك أكو قلة خدمات، خلينا نحكي بالعامية، طالما هناك أكو قلة خدمات على الشباب أن يطالبون في حقوقهم من أجل العدالة الاجتماعية. كل الشهداء أيقونة، لهم مكان عزيز عند العراق، كلهم أيقونة وضحوا في نفسهم من أجل الغير، فهؤلاء يشكلون فد ومضة في تاريخ العراق لم يشهدها منذ زمن طويل. ففي 2024 تبقى تستمر المطالبة بالحقوق
يعني الدولة عليها واجب أن تسد كل ما يحتاجه الشعب المواطنين. حياك الله. شكرا لزين. تفضل استاذ. حياك الله. كيف الحال؟ السلام عليكم. حياك الله. حياك الله. اليوم ايش توجهون رسالة؟ اليوم نوجه رسالة، هي رسالة بس صوتك هي ما لازم. نعم، هي رسالة عامة. ورسالتنا معروفة كثوار تشرين. من بداية ثورة تشرين لحد الآن، الذكرى 5 سنوات لبداية ثورة تشرين، انطلاق ثورة تشرين. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين العظيمة. هو مشكلتنا مو رئيس الوزراء، ولا مشكلتنا البرلمان. مشكلتنا النظام السياسي العميل اللي إجا من خلال يد أمريكية صهيونية. عميلة للاستعمار، كان الاستعمار الفارسي أو الاستعمار الصهيوني أو الاستعمار الأمريكي. فمن هذه اللحظة، نحن نجدد مطالبتنا ونجدد عهدنا لثوار تشرين ولشهداء تشرين ولدماء تشرين ولأمهات تشرين، ونعاهد أمهات تشرين سنبقى للأبد ثائرين من أجل. شنو أكثر شيء يقهرك عندما يذكر تشرين، عندما يذكر الشهداء؟ شنو شيء يقهرك؟ ينقهر الشباب اللي بعمر الورد، اللي أعمارهم ما تتراوح بين 16 إلى 20. يعني هذا شايف من حياته، هذا المسكين شايف من حياته، يلا تجي الأحزاب وتقتله. هو شو مقدم من حياته؟ تقتلون الناس الأبرياء بحجة سياستكم؟ بريء الإسلام منهم. ونحن نجدد مطالبتنا بهذا المهرجان، نجدد مطالبتنا بقائد شرطة الناصرية نجاح ياسر، نطالبه بخروج جميع المعتقلين. المعتقلين يطلعون من السجن، لأن بس اسمح لي، لأن رئيس الوزراء قائد أركان الجيش مو لولا، فهو المسؤول، عن خروج أي معتقل من أهل الناصرية يعتقل. سنرجع وترجع تشرين بقوتها، وترجع تشرين بإرادتها. والله سننتصر، حتى لو بعده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، حوارنا مستمر، لكن خلي نخرج بفاصل ونرجع لكم، ما زلنا في مهرجان دم السماء. حياكم الله. حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. عدنا من الفاصل والحديث مستمر في مهرجان دم السماء عن الشهداء التي ارتقت في ساحة التحرير وفي الساحات الأخرى من المحافظات العراقية التي طالبت بحقوق مشروعة وطنية دستورية. الحديث يستمر، فحياكم الله. نبدأ الحوار في البارت الثاني مع أم الشهيد. حياك الله حجي، السلام عليكم. حياك الله. الله يحفظك. السلام على أخوي، مرحبا. حياك الله. بس عليلي الصوت لما نسمع. والدة من؟ والدة حسين علاء ملح الزيادي وخالة مرتضى الغريب. حياك الله. الله يرحم الشهداء إن شاء الله. والديك. وهم يعني أبطال ارتقوا في سماء العراق. الله والديك. أنت اليوم كأم شهيد، شو اللي يريح قلبك؟ أنا؟ إيه. من أساهم أطلع للمظاهرات وأساهم بقضية تشرين، أنا كلش أرتاح، لأن أنا انطيت عهد لابني جوا جسر الثورة. قلت له أنت رحت، أنا مكانك. أها. أنا مكانك أظهر. كملي مسيرة الشهيد. أكملها لحد آخر مماتي، انطيت عهد لابني وما أتنازل عنه أبد. شنو اللي اليوم جرحك بعد سنوات، 4 سنوات أو 5، شنو اللي جرحك؟ أنا يومية مجروحة. يومية مجروحة، وأتمنى ترجع ثورة تشرين. تتمنين؟ أتمنى. ويرجع ابنك؟ أتمنى ترجع ثورة تشرين. ويرجع ابنك وياها؟ ويرجع ابني وياها، وأنا هم ويا ابني أروح. لو عاد بين الزمن ورجعنا لل 19، تخلين ابنك يطلع الظاهر؟ أي على الحق، لأن ابني مات على مود الفقراء. ما تخافين هم من يستشهد؟ أنا؟ ما تخافين من القتل؟ هلهليت؟ صفقيت؟ هلهلتي؟ أيوه صفقيت. ويعني حتى العالم انتقدتني، قال شلون ام شهيد هذه وهلهلت وصفقت. لان ابني رفع راسي، لان ابني طلع على كلمه حق. ما طلع على باطل. واني
ما أتناسل. هو راح أنا مكان ابني لحد الممات. رغم التهديدات اللي هددوني ما أخاف. ليش هددوك؟ هددوني على مود أتنازل، وهددوني كودن أطلع مظاهرات، فأني ما أتنازل. يعني ما اكتفوا بقتل الابن، يريدون يقتلون أمه؟ إيه ما أتنازل عادي. فدوة للعراق، فدوة للشعب، فدوة للفقراء، دمي ودم ابني. الله يحفظك ويرحم ابنك برحمته الواسعة. الله والديك. وأني وياك أدعو السيد رئيس الوزراء أنه يطلع اللي قتله والشهداء ويحاسبه. موجود. تعرفي؟ أي أعرف، حق المعرفة، مو بس أنا وعوائل الشهداء اللي قتلهم هو. يعني القاتل مال ابنك قاتل أي. كم واحد؟ ست شهداء. ست شهداء قاتل. أي. زين هسه هو وين القاتل؟ موجود. سجن؟ موجود؟ لا. حر طليق؟ ايه. معقول؟ حر طليق والله. عندكم اثباتات انه هو قاتل؟ ايه. انا عندي بس هو والله. الباقي اطفال ذولا. والابو سكر وضغط، قاعد اتجاوز. لا لا لا. بيت اخر علي. صاحبة بنات. بيت ما عندي، قطعة ما حد انطاني. صار لي 5 سنوات أراجع على مود قطعة وما حد انطاني يا رئيس الوزراء. أنا صاحبة بنات وصاحبة عرض. ليش ما انطوني قطعة؟ قاعدة أتجاوز أنا. يعني فوق ما راح ابنك. إي إي. إي فوق ما راح ابني. قاعدة أتجاوز المطر يخر علي هسه أنا هنا وأقول خاف بيتي خر. وين بيا مكان؟ أنا بالحلة. بالحلة. بالمهندسين ساكن. الله يرحم ابنك ويرحم كافة الشهداء. رحم الله والديك. ويعينكم على ما مصابكم الجلد. شكرا حاج ممنوع جزيل. شكرا جزيلا. خلي يدخلون الناس. يعني كلمات بسيطة لكن فيها تفاصيل. أنا يعني أقرأ ما في عيون الأم، تفاصيلها كثيرة، فيها ألم كبير جدا، فيها معاناة أكبر من الحديث. فالصمت ببلاغة أكبر من حديثها عن ألمها. بعضهم يتمنى السكوت. حياك الله استاذ. السلام عليكم. سلام. كيف الحال؟ سنة. يا مرحبا. من وين جايين؟ يعني من بغداد. بغداد. شنو الموقف الشعبي اليوم لمناصرة الاحتجاج ومناصرة تشرين وثورة تشرين؟ صراحة ما أعرف يعني شحكي إنه، بس موقف شعبي يعني ضعيف لو قوي؟ لا والله بصراحة خذلان قوي. شو خذلان؟ أي خذلان قوي. يعني أنتم خذلتوا؟ اي خذل قوي من الشعب ومن المجتمع العراقي بصورة عامة. خذلني صح. شو انتم متصورين؟ ايش قد يطلع من العراقيين؟ والله بداية احنا يعني بداية كان عندنا حسن ظن الشعب العراقي والمجتمع العراقي بالبداية. بالاخص بثورة الطلاب. اي بالبداية كان عندنا حسن ظن يعني اعداد كبيرة كانت في بداية انطلاقة ثورة تشرين. بس بعد ما تدخل الاحزاب وتدخل العناصر المندسة يعني وتأثيرهم على العوائل وتشويه صورة المظاهرات والثورة بصورة عامة بدأت العوائل تنسحب ولا ننسى أنه يعني عامل ديني أيضا كان له تأثير. ما كان يعني أنه فد موقف مشرف يعني منابر؟ منابر؟ أي نعم منابر. ما دعمت تشرين؟ أبدا يعني قل قليلا نادرا إلا ما نادرا يعني نسبة يمكن 1%. جميع المنابر اللي بالعراق يعني. تمام. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا. خلينا نكمل الحوار. حياكم الله كافة السادة المشاركين في هذا الكرنفال. السلام عليكم استاذ. السلام. كيف الحال؟ تفضل اللي جاء. حياك الله. اليوم شنو اللي ممكن يعني يشعر به المناصرين بقضية تشرين؟ بل المناصرين للوطن. شنو ممكن يشعرون انه هم حصلوا نتاج او ثمار الدماء وثمار الاحتجاج والإعاقة والسجن وغيره؟ شنو القرار ممكن يكون صائب حاليا احنا ب 24؟ بكل احوال وفي كل ظروف انه البلد بيمر بهذه الظروف بهذه طريقه الحكم بهذا النظام المتسلط اليوم اللي قائم للحريات قائم للصوت قائم حتى للراي. لابد ان نخرج مجموعه من الاحرار ينادون بصوت الحريه يحاولون ان يعكسون معاناه الشعب العراقي معاناه الوطن. لا زال العراق يعاني من قبل 2003 وما بعد 2003 ولحد هذا اليوم. ما يجني الثورة ليس بالضرورة هنالك أمور مادية تجنيها الثورة وحتى أن يكون هنالك مكاسب مادية تجنيها الثورة.
الثورة هو ضمير حقيقي، ضمير للجماهير. أنا أقصد بالقرارات. القرارات لا، لحد هذه اللحظة لا توجد أي قرارات سياسية تخدم مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي. أما أن الثورة أو أعضاء الثورة أو تشرين أو رجال تشرين أو ما قاموا بتشرين هم يشكلون جزء من القرار لمصلحة الشعب، هذا مو صحيح، لأنهم لسوا جزء من القرار. فلا يتحمل التشرينيون أي نتيجة من القرار التي يتحملها الآن السياسيون والبرلمان اللي موجود داخل القبة، التي تمثل مصالح سياسية بحتة بعيدة عن العراق وبعيدة عن المصالح الشعبية. أما نحن ما نملك من قرار، ليس لنا قرار سياسي وليس نستطيع أن نقدم أي قرار لمصلحة الشعب العراقي لأننا نتجه سياسية حقيقية. إذا اليوم تشعرون أنه ما وصلتوا إلى مبتغاكم، ليش ما تبعدون إلى طاولة الحوار؟ لم تكن هناك الكثير من الثورات قد أجهضت، وليس هنالك يعني بعض الثورات قد يعني انتصرت او حققت مبتغاها، كثير من الثورات اجهضت، لكن هذه الثوره التي لم يمكن ان يمسح التاريخ او ينساها التاريخ، لا ابدا لن يمسح التاريخ ولن ينسى. هذه ثوره فيها دماء، وهذه دماء لا زالت لها ذكرى ولها عوائل ولها جذور تمتد وتعيش في كل سنه يحيي الاحرار. هذه الثوره ستخلدها التاريخ، سيخلدها الاجيال. مستحيل أن تكون هذه ثورة عابرة حال أي ثورة بسيطة خالية من الدماء. دماء زكية أسحقت على يد حكومة قاتلة يذكر التاريخ ويثبت التاريخ لأنها حقيقة مطلقة. تمام، حياك الله. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا. خليه يشارك الأستاذ، يلا خلني أشارك بالحوار وحوارنا يستمر. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله. أهلا وسهلا. نعزيكم أم نبارك لكم؟ والله هي تعزية لابد منها، وكذلك مباركة لرجالات العراق أبطال ثورة تشرين. حضرنا إلى مهرجان دم السماء استذكارا لدماء شبابنا العراقيين المظلومين وعلى رأسهم صفاء السراي. استذكرنا مبادئ الثورة والمبادئ اللي خرجوا عليها الشهداء، كذلك لابد من استذكار أنه الطريقة اللي تم استخدامها من قبل السلطة في الرد على المحتجين باعتبار هل نحن نعيش في حقبة الديمقراطية. أسباب أنه السلطة توجهت بالرصاص الحي على الشباب، أنا أعتقد ونعتقد جميعا أنه هذا الأسلوب لم يأتي من فراغ، باعتبار التوجهات تنتمي وتحمل الجنسيات المختلفة. أنتوا استفزيتوا منه؟ احنا استفزينا جميع السفارات للدول المستفيدة من الفساد في العراق لنهب خيرات العراق، بالتالي فانه تم اعداد خطط. اليوم كل تجمع وطني بغض النظر شلون عن شلون شلون بغض النظر يعني عن انت بس دخيل قاطعك. نعم. انت تقول استفزينا كل السفارات او التابعين، احسنتوا، ما هو انتم متهمين انه انتم ابناء سفارات. هم بالتالي هم ابناء السفارات الاصليين، لذلك يرمون بهذه التهم جزافا، لان هم الان ارجع لهم، هذا اللي يحمل الجنسية الدنماركية، هذا يحمل الجنسية الأمريكية، هذا أما الوطنيين العراقيين اللي طلعوا وأيدهم كل إنسان شريف، وحتى لو نتكلم عن المرجعية الدينية أنه أيدت الشعب مظلوم، وهناك حقبة من الفساد لا تطاق، وأن العراقيين لم يجدوا حلا إلا بالاحتجاجات السلمية. أسألك عن الشهيد صفاء، ليش صفاء أيقونت ترتفعت من دون قرابة الألف شهيد؟ يعني صفاء اولا لصفاء نيته الطراسطه، صفاء داعيه لامه، صفاء موفق رغم كل قد يكون قرار الهي توفقنا السماء. احسنتم، مين بس احنا مو اقول لك الهي ارزقني، الهي ارزقني حسن العاقبه. كثير ارجع للتاريخ، التسقيط مستمر، اي انسان رسول الله صلى الله عليه واله من الصادق الامين الى ساحر كذاب مجنون. ليش؟ لأن قال للسلطة الغاشمة كفاكم أنصفوا الناس أعطوا حقوق الناس، هذا اللي طلعت عليه التشرين. لذلك إحنا اليوم على المبادئ ونقول إن أبناء السفارة الأصليين هم السلطة بأحزابها. ليش؟ لأن خيرات العراق ده تسرق وتروح لي برا. كل التوجهات وكل السفارات استشعرت الخطر على منافعها بالعراق، لذلك أعدت خطة لتسقيط أبناء الوطن. يعني اكو دول مشاركه بقتل أكيد أكيد, اكيد 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 والاحزاب محميه من قبل السفارات وعلى راسها السفاره الامريكيه والاسرائيليه. مؤسف جدا. شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا، حياك الله. خلينا نختم مع اخر الحوار
مع اخر ضيف عندنا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. تفضل حياك الله، كيف الحال؟ حيا اصلك. تعرف بجنابك الكريم؟ ابراهيم معاذ جريح في ثوره تشرين عظيمه. حياك الله ابراهيم. انت يعني هذا وسام شرف ان ثوره. الحمد لله. الحمد لله. يسالوك اللي ما يعرفوك انت وين مضروبه وبشنو؟ اكثر الناس تسال هاي شنو شبيك يا بان صوابت بثوره تشرين طلقت قناص. اكو ناس قد تكون تبدي تعاطف، العراقيين الما متحزبين يبدون تعاطف. اكو واحد يقولك تستاهل؟ اي تستاهلون. شو استفاديتوا هسه؟ معقوله تستاهلون؟ اي ليش هذا اللي يقوله؟ معقوله استاذ وكلش؟ اليوم الانسان المواطن العراقي الشريف راح يقول لك حرامات انه هذول دا يحكمونا وهاي راح يأيدك، لكن الانسان المتحزب هل راح تتصور في يوم من الايام المتحزب راح يوقف ويا الحق؟ طبعا راح يقول لك تستاهل وحيل، وانتم طلعتوا على الدوله وانتم تهاجمون هذا هذا المستفيد من الاحزاب. لكن أكو من عامة الناس ممكن ما له دخل بثورة تشرين وما شارك، ممكن هم يقول لك تستاهل. ممكن يقول بسبب إنه ما عنده الوعي، ما عنده مأيس، يعني الشعب العراقي وصل مرحلة اليأس. خلاص ذولا باقين وما نقدر نغير شيء، وبيديهم دولة وسلاح منفلت وخلص، خلنا نقعد ونتحمل هذا الأمر. اللي فقد لك عينك وشوه وجهك وين هسه رأيك؟ اللي شوه واللي فقدني حاليا بالخضراء ساكن. ساكن؟ ساكن بالخضراء. لأنه عايش حياة طبيعية؟ بالنسبة إلى طبيعية، بالنسبة إلى، لكن متأكد أني أنه دم أي إنسان مظلوم مستحيل لحياة. طيب قتلت شهداء تشرين من يخلون رأسهم على المخدمات يجيهم كوابيس الشهيد ما يجي شهيد؟ أستاذ لحكي لك إياها وبصراحة مطلقة، دماء ثورة تشرين مو فقط الدماء الوحيدة بعناقهم، بعناقهم دماء العراقيين من 2003 إلى اليوم، وهي الطبقة السياسية الحاكمة، فهم عندهم موضوع القتل. فذا يجوز ما له كوابيس حتى ما يفكر بالموت. عمروا هاي المرحلة، يعني شبعوا بالدماء وأصبحوا إذا ماكو قتل للشعب العراقي هذا مو يوم عادي. أنت متزوج؟ يعني عذراً لهذا السؤال. متزوج. تزوج. يعني أنت بتشرين كنت متزوج؟ لا لا، بعد تشرين هاي السنة تزوجت. وزوجتك تفتخر بهاي الإصابة؟ زوجتي تفتخر، لكن بنفس الوقت تخاف علي، لأنه أنا ما بعد الإصابة أيضاً متواجد في ساحات التحرير، وأصدر يعني مرة من المرات أصدروا علي دعوة كيدية، فهي تخاف إنه لا يقتلوك. لكن بالنسبة إلي إنه أشوف ثورة تشرين هي النقطة البيضاء اللي بتاريخ العراق الحديث السياسي، لأنه ثورة تشرين هي أستاذ طلعت من رحم معاناة الشعب، طلع بيها شباب خريجين، ناس مثقفين، ناس، وخاصة نحن جيل الألفينات والتسعين ما شفنا حياتنا، فالشعب وصل مرحلة كفى، لو نريد نعيش بكرامة لو نموت بشرف، هذا واقع. حياك الله، شكرا جزيلا. أشكرك. أنا أشكرك. وصلنا أحبتي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بغداد، من مهرجان دم السماء، من هذه الأصوات المطالبة والمتواصلة بالمطالبة بالعدالة والحق وكل ما يخص المواطن وهذه الأرض التي ارتوت بدماء قرابة الألف شهيد. فما علينا وما نقدر أن نستطيع إلا أن نكون في هذه التغطيات من داخل الكرنفالات الخاصة ب المنادين بالعدالة والمطالبين بالعدالة والحقوق. حياكم الله أحبتي المشاهدين، نلتقيكم بحلقة أخرى، في أمان الله.